أنشأت أول بورصة مصرية للبضائع الآجلة بمدينة الإسكندرية في 1883، وبعد كده تم إنشاء نقابة السماسرة، وقانونها بقى هو اللي بينظم المعاملات داخل البورصة سنة 1902. لكن بورصة القاهرة حكايتها بدأت في 1903 تحت اسم الشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة، وتم إصدار أول قانون لتنظيم البورصات في 8 نوفمبر 1909. وفي 2008 تم دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية تحت مسمى البورصة المصرية، ودلوقتي البورصة بتهدف إلى تطوير سوق تتمتع بالجودة لخدمة عملائها المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية. طب يعني إيه بورصة أصلاً؟ وليه البورصة مهمة؟ البورصة هي سوق بتتم فيها تداول أسهم الشركات، يعني بيع وشراء أوراق مالية اللي هي عبارة عن حصص بنسب معينة من إجمالي ملكية الشركة. يعني الورقة المالية بتدي لصاحبها الحق في جزء من ملكية شركة معينة بيتم تداول أسهمها في السوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر بيمتلك 1000 سهم في شركة عدد أسهمها 1,000,000 سهم، فكده هو بيمتلك 1% من الشركة. وبشكل عام تعد البورصات مركز التمويل المباشر المهم لتوسعات الشركات، وبكده فهي قلب رؤوس الأموال في العالم، عشان بتسمح للمستثمرين والممولين بنقل الملكية بصورة شفافة ومباشرة ومرنة من خلال معدلات الإفصاح والحوكمة. وبالتالي ده أدى لزيادة جاذبية فكرة طرح الشركات أسهمها للاكتتاب في البورصات كوسيلة لاستدامة نشاطها ونموها. طب وبالنسبة لمصر، ليه البورصة مهمة للاقتصاد القومي؟ تداول أسهم الشركات في البورصة بيوفر لمصر فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وبالتالي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الشفافية. وكمان البورصة هتلعب دور رئيسي بخصوص تنفيذ سياسة ملكية الدولة اللي أكدت طرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة للاستثمار فيها من خلال البورصة.